علي معلول هناك اختلاف بينه وبين النادي الاهلي ماديا، حته صغيره. علي معلول فرجاني ساسي جاب له عرض في نفس المكان اللي هو راح فيه. علي معلول متمسك بالنادي الاهلي. بصوا دي بقى، لان دي صعبه جدا. علي معلول طلب رقم والنادي الاهلي حط رقم، الرقم مش بعيد، الرقم قريب، ولكن الكابتن محمود الخطيب تمسك بهذا الرقم، لان قال ان ده ميزان النادي الاهلي، وقال مع حبي الشديد لعلي معلول واي لاعب في النادي الاهلي، ولكن يبقى النادي الاهلي سر دايما نجاحه اوضه اللبس، وسر نجاحه هو ميزان العداله في الارقام. والكابتن الخطيب عدى الصعب في الحته دي، في توقيت معين كان ممكن يرفع، قال لا مش هرفع في ميزان واحد. والحقيقه كسب الرهان واخذ بطولات كتيره بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين، وكسب الاهلي، واعتقد ان اللعيبه حست ان هي افتقدت النادي الاهلي. اذا علي معلول مختلفين في رقم، ولكن علي يقترب من الموافقه على رقم النادي الاهلي، لان زي ما قلت لكم قبل كده، بقول لكم دايما علي عنده حسابات معينه في النادي الاهلي. علي حاسس ان هو ممكن يكون جزء كبير في تاريخ النادي الاهلي. اذا علي محدد رقم، الاهلي حاطط رقم، الرقمين قريبين، ولكن علي مش هيقدر يتمسك بيه. كابتن محمود الخطيب قال ده سقف النادي الاهلي، وده ميزان اوضه اللبس الدريسنج روم، ودي نقطه حط تحتيها 10 خطوط، مش هنقدر نغير هذا السيستم. وانا باكد لكم ان علي معلول بكل اللي قلته لكم ده بيقترب من التجديد للنادي الاهلي.